زي ما انت قلت يا كابتن هيثم، الحقيقه ان فرق الناشئين بمختلف المواليد في النادي الاهلي محققه الحقيقه نتائج مبهره وكبيره جدا، خاصه ان هم كمان بيلعبوا في ظروف صعبه تحديدا في بطوله الجمهوريه، ولكن الحقيقه سواء خارج ملعبهم او داخل ملعبهم بيقدروا ان هم يحققوا نتائج كبيره جدا، وده احنا كنا متابعينه على مدار السيزون ده تحديدا. يعني يمكن نقول ان حتى حالات الخساره او التعادل بتبقى بسيطه جدا، دايما لما بنطلع نتكلم في اخبارنا دايما يعني فرق الناشئين بتعمل حقيقة نتائج مبهرة جدا، وأكيد نتمنى لهم كل التوفيق فيما هو قادم. خلينا بقى نروح لكرة اليد، وسداسي الأهلي بيقودون منتخب رجال اليد لحصد فضية بطولة مونبيلي الدولية، منتخبنا طبعا الوطني الأول لرجال كرة اليد بقيادة مدير الفني الإسباني خوان كارلوس باستر حقق المركز الثاني والميدالية الفضية في بطولة مونبيلي الدولية، واللي اتلعبت في فرنسا في الفترة من 14 ولحد 16 مارس اللي احنا فيه ده النهاردة. منتخبنا خسر حقيقة في النهائي قدام بطل العالم السابق منتخب فرنسا، واللي لعب على أرضه وسط جمهوره بنتيجة 31-39. الشوط الأول حقيقة من الماتش خلص بنتيجة 15-18 قبل طبعا ما يزود أصحاب الأرض النتيجة في الشوط الثاني. علما طبعا ان احنا عايزين نتكلم ان المباراه دي كانت في ظروف صعبه جدا، لعيبه منتخبنا الوطني شاركوا في الماتش كله وهم صايمين، باستر كمان كان اختار لعيبه من الاهلي يعني 6 لعيبه استعدادا للبطوله الدوليه، كانوا طبعا احمد هشام سيسا وعبد الرحمن فيصل، عمر خالد كاستيلو، محسن رمضان، ابراهيم المصري، واحمد عادل. خلينا نقول لكم ان اللعيبه هترجع ان شاء الله خلال اليومين الجايين دول القاهره علشان بقى يستعدوا ويعودوا مره ثانيه لدوري المحترفين من جديد، واللي هيكون يوم 26 من مارس الجاري، وهيبقى قدام نادي سموحه باذن الله. طبعا نتمنى كل التوفيق للسداسي اللي هيرجعوا ان شاء الله ويقدروا ان هم يدخلوا بقى في التمرينات سريعا، ويعني ياخدوا على الاجواء سريعا بعد هذه البطوله، وان شاء الله بنتمنى كل التوفيق لرجال يد الاهلي في مهمتهم امام سموحه. واكيد مش هننسى